طالعين احنا ورفقاتنا نعمل باربيكيو ونشوي هيك قصص يعني. طالعين يعني على بيت حدا من رفقاتنا، نحن ورفقاتنا يعني هيك جروب لنعمل مشاوي، فنحن طالعين على الطريق خطرت لتالين فكره. قررنا نعمل فيهم مقلب لاول مره بحياتنا نعمل فيهم مقلب، انه نحن رح نتبل اللحمه. طبعا هلا هن قدامنا على فكره بس ما سامعين شو عم نحكي. نحن بالسياره جوا على اساس نحن يعني عم نحكي عادي يعني. اوكي، فاللي قررنا نعمله انه نحن نحط لهم ملح كثير 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 كثير. بكم سيخ لحمه بس الله يستر ما نحن ناكلهم. لا نحن لازم نشيلهم على جنب ونشوي. طب اعطوني واحدة منهم لي. بس الفكرة وين؟ انه هن بيعرفوا انه التبلات لقوي كثير طيبة والتبلة بيعملوها وانتم بتعرفوا. انا اللي رح تبل اللحمة، انا اللي رح استلمها، رح شيل مثلا سيخين ثلاثة صبر ملح. ملح ملح يعني عرفتوا شو؟ شوف اذا رح يكونوا صريحين معنا ويقولوا لنا انه ما بتتاكل، ولا رح يقولوا لا بتتاكل ويصيروا حمر مثل الدم، يعني واحدة من الاثنين اجت سيارة. اوكي ليكوا رفقاتنا هن قدامنا تمام؟ بس كله وهلا نازل. لا بس كم لا سيخ؟ بس سيخين هيك يعني. الكبار يعني الصغار ممنوع. عشان ما ينكبوا الاكل يعني. الصغار ممنوع. اوكي يا جماعه، فهلا نازلين رح نصور فلوق وكمان بنفس الوقت نفرجيكم المقلب يلي رح نعمله، فحضروا حالكم ونشوف رده فعلهم. بعرف شو بده يصير فيهم. باي. اذا انتم جوا على القناه ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. يلا خلينا نبلش. من فوتتنا ليك وشكلهم شو عم تعملوا انت؟ كيف هيك بتوقف؟ ممكن تفهمني؟ نزول. ايه تحت. اوه شو حلو. انا كنت بدي اعمل فيك المقلب مو انت. بعرف انا بحس عليك بالدعم. كيف بتطلع المي اصلا؟ ليكو هلا منتبل اللحمه. ليكو على فكرة تتبيلة لؤي كتير طيبة، بتعرفوا انه تتبيلة لؤي كتير طيبة؟ هلا بدنا نذوق. عن جد كتير، لا ما تقولي انه ما طيبة. واو روعة. شفتي؟ انا شخص بحب بطنه كتير، فبقول احكم. اوكي هلا بده تحكمي، هلا اشوفه. شو بدك تعمل انت؟ بيجي لابس تقولي جاي مع المسبح. قص البصل ليك انا عم بقلب. تعا قصقص البصل انت. انا بقلبوا هدول على الارض. لا ليكوا الكل قاعد عم يشتغل وانا واقفة اشتغل. متل انت رح تقطع البندوره باصبعتك ولا بلا اصبعتها؟ يعني بدك تقطع اصبعتك معها ولا لا؟ خليني اجيب نعم مخرج صعب. طيب رح اجيب لك قداح طبعا. اليوم ناويه اجنن الكل، هلا شوف شو بدي اعمل كمان. هي القداحه عشان يشعلوا المنقل ما بشغل شيء. تفضل. بس هلا شوف شو رح يصير. شكرا شكرا يا خالته ام جورج. شكرا. يلا تعال شاي. انتبه ما توقف. والله واحد فيكم عم يعرف يغني. الدنيا اللي نسيتونا. حط اللحمة بس لو نحطين هون الملح والبهارات. اوكي هلا صار وقت انه نحط الملح، بدنا نحط لهم ملح 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 من موتهم اليوم. شو بدك؟ المعلم لؤي دباح الديك. دباح الديك؟ شوي لحومات. هي بتموتهم لؤي. ليك شو بدنا نحط كمان؟ ملون. حبيبي اللي بيعرف يعمل اطيب كباب بالعالم كله. عن جد بالعالم كله. ليك عمول منهم ثلاث سياخ. بيقول لك عمول
اول شيء شويهم ثلاثه ليك، وهلا بدنا نشوي اشياء طيبه واشياء مو طيبه تتاكل، فنحن رح ناكل ونقول ما اطيبوا، وهن رح نعطيهم هذول اللي ما بيتاكلوا ونشوف ردة فعلهم. اوكي ليكو انا واقفه هون على الكعكه هي، لهيك طويله يعني ما تفكروني طويله ابدا. اوكي ليكو هاي يلا ايوه. ليش عم تعملي؟ عم تنطفي ساندريلا؟ ساندريلا ليوني اجي عم يخلصوا الكبابات اللي رح نشويهم وناكلهم وكذا وهيك، وعرفتوا كيف؟ صحن كرتون ابو قارم اللي جبناه ليك، منبلش بالكباب شو رايك؟ بنحط الهيدون اضلاع الخروف، حط اضلاع الخروف بعدين الكباب، بعدين الكباب. يعني ما عرفت تطلع غير وراي على هال، انزلي انزلي وليه؟ ما تبغي شيء ليش متحوشة فيه؟ نعم شو بدك انت؟ شو بدك ولا؟ ولا فسفوس شو بدك؟ انه شايفين على المنظر بس تفرجوا تفرجوا شكله. ما بدي يجي عيونك شرارة. هلا عرفت ليش حاطة النظارات، جايبهم معه مشان هدول. اوكي هدول اطيب شيشات بالعالم، هدول اطيب من كبابايات اللي بالعالم، هدول اطيب من كبابايات الشغل تاعونا، اطيب من الكباب اللي انا عملته؟ ايه. ادخل على البراد، ادخل على البراد ماما اوت شوي بسرعة. شو بكره هيك مع الضوء نحن؟ اوه ماشي بتاكل شيء؟ والله بياكل على طعمه اللحمه ما مستوي ياكل اخضر واليابس عنده ياكل حجر اذا انا عم تعطي علي الله وفيكم عم تعطي علي هلا انا كثير انا بفطر توست وبتعشى كرواسان والظهر باكل هيك ما بعرف صدق ما حدا رح يصدق اليوم كل حدا عم كل اللحمه كل اللحمه مشانها هي ما بتاكل ولا شيء. انا ما بالعاده باكل. ايه ابدا لا، لو انا بحب بشكل عام انا طالب صدقا يا جماعه ما باكل، بس على المنقل ما بقدر اقطعه ولا بس بنهي للحم. ترى 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 تنانانا تنانانا خليك ولا شو بدك لا 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 يا مجنون زون عن جد بايد وحده شو بايد وحده فرجيني واو 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 شو المشاوي جاهزة؟ اوكي هلا صار وقت نشوي الكباب، شووا لنا كل شيء وحرقوه، طبعا ما بيعرفوا يشووا هنن بالعادة يعني أول مرة يمكن بيشووا ما بعرف، ما هيك؟ بيعرفوا إنه ما أول مرة حبيبي. أنت إيه بس هون الياس، على فكرة نحن لسه لهلا ما عرفناكم عن الياس وآن، الياس وآن رفقاتنا، بس ما بيعرفوا يشووا، هون بيعرفوا يشووا، بتعرف تصوروا. إجوا الكبابايات وأخيرا، شفتوا كيف إنه ما بتعرفوا تشووا؟ انتبهتوا؟ انه ما بتعرفوا تشيلوا شيء ما بتعرفوا تعملوا شيء بس رح ادقلكم وهنا اوكي ليكو صار الاكل على الطاوله هون في قص الكباب بس ما صار هيدا الشيش وهون الاولاد اجى الاكل واخيرا ما بعرف ليش عم تصحلي في حدا حس علينا هون وحس على كل شيء عم بيصير فالمقلب بالباقي لا 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 ايه عن جد لو اي ما حدا بلش طول بالك طول بالك ليكو هلا جايين ورح انا ضيفهم بايدي هلون هم اطيبون وينو هاد انا هيك بصبوا وهاد ليكو لونهم غير هدول اصلا الانطلاق نحو الطعام لازم ناكل بقى جعنا لازم ناكل يلا عن جد جعنا كثير جعنا هيدا بيجي اوكي هلا بلشنا اكل وهيك وبس اعطوني خبز بعدين احنا كنا على رهن يعني لو اي طب الكباب بدنا ندوقه ذوقوا يلا يلا شو يعني هلا دوقوا واعملوا ساوي ايه معلش انت مو انت اللي صرعت راسنا انه كباباتك طيبين كباباتك طيبين تفضل ابو قارو احلى كباباي ذوقوا لنا وقولوا لنا يلا يلا الان الان كمان شبك الان وان كمان طيب نو 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 والله رائع ليك ليونيلا بدها كمان كباب حبيته؟ كثير طيبه عن جد؟ انا بدي اتعشى بقوله وحده وعيه بعد ناكيه فوق يا جماعه شيء ما متغير طيب طيب عن جد حبيته كثير؟ ايه ايه حبيبي انا شو ما عم تعطينا رايك كثير طيب عن جد متاكده؟ والله
عن جد عن قولي والله انه طيب شكرا عن جد رائع ما مقبول في نص كيلو ملح على شو انا تبع ضغطي يعني كونه عم تسايرنا عم تسايرنا ساره عم يلحقوني ثاني بدها تسب وتعمل رح يموت دايمة انا صار صعب لك شو هالكباب هذا ما إلا ما على فكرة عاملينهم فيكم بيقول لي يا الله ليش هالسيخين هيك كاشين ما بعرف شو صاير لهم شكلهم غريب عن كل السيخ ونشف على الملح اللي حطينا كيلو ملح خلصنا لك كل شيء ملح بالبيت على فكرة باقي كله ممتاز ممتاز والله كله كله شربون مي هلا بيموتوا عن جد لا بس عطاني انا صاحب له على الملح شو هذا اول لقمة طبعا انا اول لقمة نص كيلو ملح باللقمة لا لا خلص كله واشربوا كولا قد ما فين هون شربوا كولا انا ما راح ارجع على الكاميرا هذول ما صفقوا كويسين ما راح ارجع من ايدك كنت هدول المكوي اول شيء طقتني كويس انا هذا الوحيد كنت يتجنبه يعني يلا بنشيل مالهم على خير الحمد لله جوجي بربك بربك من ايدي بدك تاكل كباب تعال تعال بربك من ايدي يلا جوجي احلى كباب ذوق مامي يلا بياكل غير نقمه معنا كلمه كول 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 كيف بابا كيف يا ومارتشيلا كمان تعال عن جد طيب لا لا حاج حاج لا انتوا بتعرفوا انا شو صار بالمطبخ رحت دقت واحد ني وبدي اتاكل جيت قلت له لقيت جد قالت لي الكباب ما بيتاكل قلت لها لك انه لا والله طيب انا انا عن جد ما خجلت قدام الكاميرا عن جد يعني هيك طلعت مسبله في راس الثاني انه بيسبوا هلا بس وصلت في التعليم الكاميرا بعدين كمل معه تعليم شغله الكاميرا عم تروح محمد انا قاعد بحالي هلا قاعد بحالي ما قادره اقول طيب طيب يعني انا جئت طيب مو طيبه ما انت مو طيبه عن جد أنا مالحة عن جد بس كتير حدة ولا مالحة مالحة يعني ها بس من كتر الملح هو حدة ليش هيك عم بملع خلص شحن الكاميرا العادية هلا عم صور موبايلي أنا هلا خلصت وجينا على بحيرة شوفولي جوجي عن جد بس عن جد بحيرة رائعة 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 بحر بتقولوا ليكو عن جد كان بحر ليكو ما أجبرت شوفي شوفي صفاوة المي تعي شوفي ليكي صفاوة المي عن جد خيبه ليكو لهنيك قديش هي كلها كلها بحيره وحده اوه جاي تعودوا علي هلا استاذ فولي